وفي أول أخبارنا اليوم، أعلن صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عن دعم المملكة العربية السعودية لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي بمبلغ 100 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم 46 برنامج تدريبي ضمن مجالات عمل التحالف الأربعة الفكرية الإعلامية والعسكرية، وأيضا محاربة تمويل الإرهاب، وذلك مساهمة منها مع أشقائها الدول أو من دول الأعضاء لتنفيذ مبادرات التحالف.